تبك هنشوف داخل عماد داخل عماد وبيحط جول 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 جول. هدف اول هدف اول وتقدم اول عن طريق جان عماد متعب بعد تنفيذ امثل لركله الجزاء على يمين احمد سعد يحطها في الثمانيات علشان عماد متعب في الدقيقة 31 ينفذ التنفيذ الأمثل ورغم محاولة أحمد سعد ولكن فين؟ فين؟ بعيدة تماما حاططها بمثالية كبيرة جدا جدا عماد متعب علشان يتفوق ويهدي التقدم مشاهدينا للنادي الأهلي وتصبح النتيجة 1 النادي الأهلي لا شيء. حرس الحدود اليسرى عمرو السولية دخل للقلب عمرو وادي الجرأة وادي تسديدة جول 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 جول. سلامات 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 لعمرو السولية أول أهدافه مع المارد الأحمر. عمرو السولية بأول جرأة وأول قرار في الدقيقة 66 بيضع الهدف الثاني من قذيفة لا تصد ولا ترد. ولكن بص شوف عمرو السولية بيعمل ايه بيدي لبياد عمرو. بالفعل عمرو السولية بياخد الكرة. بص شوف الرواية بص شوف الحكاية. ادي المرور الاول وادي المساحة والقرار حورة كرة حلوة ومن مسافة بعيدة جدا جدا 32 متر بيسدد كرة بتعمل بند امام احمد سعد وما يقدر يواجه التسديدة القوية علشان يفتتح عمرو السولية. هنشوف محمد فاروق داخل بنزيما وبيجيب جول بيجيب جول حطها بفكرة وباقتدار. محمد فاروق بنزيما بيسددها في منتصف المرمى وتوقع تحرك احمد عادل اللي راح الى الزاوية اليسرى وادي عبد الحميد بسيوني هدف يحرك المياه الراقدة مشاهدينا الكرام ويذلل الفارق في الدقيقة 83 بعد تنفيذ نموذجي من محمد فاروق بنزيمة ليذلل الفارق مشاهدينا.